يا سلام. من تسهيل العمل داخل المؤسسة، وثانيا عندما تكون قرارات مبرمجة تقلل الوقت والجهد، بتزيد الدقة عند العامل، وبتزيد من تقليل الإرشادات الإدارية للعمال برضه. يا سلام. وابتكر الحلول المفاجآت الطارئة، بصير في ابتكارات الحلول المفاجآت الطارئة، بصير في دقة دقة متناهية في العمل. يا سلام. قرارات المبرمجة يحافظ على استمرارية منافسة الشركة في سوق العمل بسوق ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. شكرا لك.